السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم بنتعلم كيف نسوي تايم لابس عن طريق برنامج الفاينل كات. الخطوات جدا سهلة وبسيطة. أول ما نفتح برنامج الفاينل كات لازم نسوي لايبراري. نروح على فايل نيو لايبراري ونختار المكان اللي احنا نبغى نخزن فيه اللايبراري هذه. نحطها مثلا في الدوكيومنت، نسميها مثلا تايم لابس، نضغط انتر او سيف. بعدها يجينا الامبورت، نسحب الصور، نضغط على زر السهم اللي هو الامبورت. انا مجهز ملف هنا مسميه تايم لابس، فيه 261 صورة تطلع هنا. بضغط على كرييت بروكسي قبل ما اسوي امبورت. المعلومات هذه حقت كرييت بروكسي موجودة في شرحها في مقدمة برنامج الفاينل كات. نضغط على امبورت وننتظر حتى يبدأ الفاينل كات يسحب ويعالج جميع الصور اللي موجودة. إذا بعد ما الآن سحبنا جميع الصور لازم نسوي نيو بروجكت. نضغط على كوماند ان أو نضغط هنا على الأيقونة نيو بروجكت، نختار من الإعدادات اللي حنا نبغى نتعامل معها. هل نتعامل مع 1080p أو 2K أو 4K أو 5K أو 8K، أو حنا عندنا شيء اسمه كاستم، أو نخلي الريزولوشن اللي حنا نبغاه. نحط البتريت هنا، بعدين نضغط على زر أوكي. الآن سوينا البروجكت، موجود عندنا تحت وجاهز للتعامل. نختار أول صورة موجودة عندنا وبنضغط على كوماند اي حتى يظلل لنا جميع الصور، بنضغط على حرف اي حتى ينزلها عندنا في التايم لاين، او بنسحب نمسك جميع الصور ونسحبها على التايم لاين بهذه الطريقة ونترك الماوس وبتنزل جميع الصور على التايم لاين ونظللها بهذا اللون. الآن الخطوة الثانية، نضغط رايت كليك على واحدة من الصور وبنطلع على اول خيار اسمه نيو كومباوند كليب، نبي نخلي هذا الاسم، نضغط على اوكي. الان جمع جميع الصور في فيديو واحد. الفيديو هذا عبارة عن مدته ساعة و13 دقيقة و54 ثانية. اذا احنا ما نبغى هذا الوقت، فكيف نقصر هذا الوقت ونخليه بالثواني؟ نظلل نفس الفيديو، نروح للساعة اللي موجودة هنا بشكلها ساعة او عداد، نضغط عليها، نختار كلمة فاست، نحط أسرع سرعة موجودة 20، وأصبح عدد الدقائق 3 دقائق و41 ثانية. برضو 3 دقائق كثيرة على تايم لابس. فالطريقة كالتالي، نجي هنا عند الزاوية اللي موجودة هنا بالخط الأزرق، نضغط عليها ونسحب الفيديو حتى ينزل إلى مستوى، نشوف التايم لاين اللي موجود عندنا الوقت، نسوي زوم إن ونشوف عدد الثواني. عندنا 10 ثواني، الآن 11 ثانية، نقول حنا نبغاها 10 ثواني، فنحاول نحطها على 10 ثواني هنا موجودة في التايم لاين. وهكذا، وكل شوي نسحب من عند الزاوية هذه حتى نحدد الوقت اللي موجود عندنا بالضبط. الآن عندنا تايم لابس من 200، أكثر من 200 صورة مدته 10 ثواني. إذن الآن انتهينا وسوينا تايم لابس مدته 10 ثواني. الآن ما بقى علينا لنا نسوي تعديلات على الألوان البسيطة. ننزل، اللي ما شاف كيف طريقة التعامل مع الألوان بحط لكم الفيديو رابطه تحت، كيف الأساسيات كيف تلون ببرنامج الفاينل كات. أنا بنزل الهايلايت وتقريبا نزلته بزيادة، برفع الميد تون شوي، نزيد الساتوريشن، الميد تون اللي على الساتوريشن، والشادو اللي في الساتوريشن، لا بروح الإكسبوجر بنزل الشادو شوي، أعطيها النظرة كأنها بالمغرب. وبس، هذا هو فاينل كات تايم لابس مع تلوين بسيط. الآن نروح على السهم اللي فوق يمين ونسوي اكسبورت ونختار واحدة من الصيغ اللي موجودة هذه.
درس سهل وبسيط. أتمنى أنكم استفدتم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.